بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلموا في المحاضرة هذه على الجزء العملي، حناخذوا الجزء المتعلق بالشق العملي في المادة Introduction to Computer and Programming. البرنامج المستخدم في العملي اللي هو Visual Studio، طبعا حناخذوا فيه اللي هي لغة Visual Basic. حزمة Visual Studio تحتوي على عدة حزم وعدة لغات برمجة، بس نحنا هناخذ البرمجة بتاعنا بالفيجوال بيزك. طبعا هذه واجهة البرنامج. أول ما تفتح معاك البرنامج نبي ننشئ برنامج جديد، طبعا اللي هو كرييت، إنشاء بروجكت. الأوبن بروجكت هذه لما انتقل عندك أنت برنامج منشأ من قبل وتبي تفتح، طبعا اللي هو عندنا احنا بندير إنشاء بروجكت، نضغط عليها هيفتح لي فورم. طبعا احنا البرنامج هذا زي ما قلنا يحتوي على عدة لغات وعدة وظائف، بس احنا حناخذه الفيجوال بيزك، فهي الأيقونة المحددة مسبقا. طبعا من هنا نسمي البروجكت اللي تبي تشتغل عليه، مثلا سموه اي شيء، مثلا تيست 1 مثلا، ونضغط اوكي. هيفتح لي واجهة المستخدم اللي حندير عليها الإعدادات متاعي وندخل الكود منها. فأول ما يفتح لي الفورم هذا اللي هو بعدين هو يقعد شنو اليوزر انترفيس أو واجهة المستخدم. طبعا أهم الأدوات اللي حنستخدمها، طبعا عندي من هنا من الفيو، من القائمة فيو نختار اللي هي التول بوكس اللي هي مربع الأدوات. طبعا هذه كلها أدوات خاصة حنستخدمها في البرمجة، لكن طبعا نحنا حناخذ الأساسيات فقط، فلذلك مش حنحتاجه للقائمة هذه كلها. مثلا حنحتاجه للزر هذا بوتن اللي هو لإنشاء زر، نسحب بالماوس ونضغط، لما نرفع هيعطيني زر بالحجم والمقاس اللي أنا نحتاجه. هكذا نقد أنشأت زر. طبعا بعدين في البرمجة لما نضغط عليه دبل كليك وندخل الكود أو الوظيفة اللي نبيها من الزر هذا، لما ننفذ بعدين يعطيني المطلوب منه لما دخلنا. أيضا مثلا عندي الوظيفة هذه من التول بوكس اللي هي تشيك بوكس، يعني بعض أدوات بعدين في البرمجة أو الوظائف اللي نطلبها، مثلا اللي هي التيك علامة صح، لما نضغط عليه نضغط علامة صح فهو يعتبر خيار، لذلك هذا الخيار اسمه تشيك بوكس. أيضا تشيك ليست بوكس أيضا قائمة، مثلا بندير قائمة تشيك ليست. عندي مثلا الكومبو بوكس اللي هي هذه، بعدين هنتكلم عليها وناخذ عليها مثال الوظيفة متاعها اللي هي تشيك الكومبو بوكس أو القائمة المنسدلة. أيضا وظائف كثيرة أنا زي ما قلنا، بس نحنا هناخد مع بعضنا الأساسيات. أيضا عندي المهمة اللي هي الليبل لتسمية لإضافة اسم مثلا أو إضافة أي بيانات أو عنوان. أيضا اللينك ليبل، الليست بوكس كذلك عند وظائف هناخذوها إن شاء الله. أيضا عندي من الوظائف المهمة اللي هي التكست بوكس، اللي هي تكست بوكس لإدخال وإخراج البيانات اللي هي تكست بوكس. نتحكم فيها طبعا من هنا في الحجم متاعها لو نبي نكبر أو نصغر فيها. هذين بعض أو أهم الأدوات الرئيسية اللي حنحتاجوا لها في البرمجة، في أساسيات البرمجة الخاصة بهذا الكورس. طبعا لما أنا كملت مثلا اختارت الأزرار أو التول بوكس اللي أنا نحتاجها ونبي نعدل فيها قبل ما نبدأ في البرمجة، مثلا عندي الزر هذا اللي هو البوتن عنده أهم خصائص اللي هي البروبرتيز. طبعا القائمة هذه هي خاصة بالخصائص، خاصة بخصائص الزر اللي نضغط عليه نقدر نحدد عليه هيطلع لي خصائص الخاصة به هنا على اليمين أمامكم تشوفوا فيها، فنضغط ونعدل.
طلع لي تو الخصائص الزر اللي هو أول شيء هذا الاسم اللي هو النيم، هذا الاسم البرمجي يعني يفضل عدم تغييره، علشان لما نستخدمه في البرمجة لازم نستخدمه زي ما هو مكتوب أمامك. طبعا العديد من الوظائف هنا حنتكلم عن الرئيسية فقط، مثلا عندي الباك كولر هذا اللي تغيير اللون، مثلا لتغيير لون الزر مثلا بنغير فيه أي شكل زي ما شفته أمامك يعطيك اللون اللي تحتاجه. الباك جراوند تايل، أيضا عندي كورسور اللي هو نختار لما نضغط بعدين وننفذ نختار شكل زر الماوس، مثلا اللي بنغيره من السهم إلى مثلا يد أو أي مؤشر من المؤشرات اللي أمامك، فقط نختاره وبعدين لما نجي ننفذ في البرنامج لما نزيع على الزر اللي أمامك حيتغير شكل الماوس. أيضا عندي الفونت هو أيضا خيار مهم اللي هو الخط الخاص بهذا الزر أو الحجم، مثلا حجم الخط شفت أمامكم تغير الحجم، لون الخط كذلك من هنا تحكم في لون الخط مثلا تغير شفت لون الخط. فهذه كل القائمة هي للتحكم في حجم الزر وأيضا حجم الخط، ومثلا نغيره هنا تسمية، مثلا نبي نسميها أي تسمية حتى عربية، مثلا نضغط دخول نغير هيعطيني تغير الاسم بتاع الزر. إذا هذين خصائص هذه التول يعني. تشيك بوكس أيضا يعطيني الخصائص بتاعها، فأي أداة من الأدوات هذه لما نحددها هذه الخصائص بتاعها اللي نقدر نغيرها، وهذه واجهة المستخدم اللي هتقعد مثلا بعدين لننفذ عليه. بالنسبة للجزء البرمجي هنتكلم عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، هناخذ أهم بعض الأساسيات، متغيرات الأرقام والحروف، وكيف عملية مثلا بعض العمليات الحسابية. أيضا هناخذ أيضا القائمة المسدلة، كيفية إضافة بيانات وكيفية التعديل فيها. الجزء البرمجي إن شاء الله بسيط، مثلا عندي الزر اللي أمامنا هذا دخول، بمجرد ما نضغط دبل كليك حيدخلني للفورم اللي هو فيه الخاص بالبرمجة. بمجرد ما نعطي أمر هنا ونبي ننفذ حينفذ لي لما نضغط على الزر، لأني أنا أول كود نكتب فيه وين في البوتن 1 اللي هو هذا الزر أو هذه التسمية البرمجية متاع البوتن 1. فأنا لما نضغط نعطي أمر حيجي مثلا مثال بسيط مسج بوكس مثلا، لما نضغط على الزر نبي يعطيني رسالة مثلا، مرحبا، ونضغط تنفيذ، الزر هذا خاص بالتنفيذ البرنامج. لما نضغط عليه حيطلع لي الفورم اللي فيه الزر، طبعا هذا الفورم اللي أمامنا لما يجي ينفذ، وأنا أعطيت أمر للزر هذا لما نضغط عليه المفروض يطلع لي مسج بوكس. شوف لما ضغطت عليه طلع لي مسج بوكس اللي هي مرحبا، الأمر اللي أعطيناه له في هنا في جزء في الكود هنا الكود البرمجي. هذا مثال بسيط على الأوامر البرمجية. إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنتكلم على بعض الأدوات مثل القائمة المسدلة أو الكومبو بوكس، كيفية إضافة بيانات لها إن شاء الله تعالى.